دينا جيتي بكير؟ من فترة بلشت شغل جديد وهلأ كان عنا اجتماع بخصوصه، عرفتي كيف؟ أهلا وسهلا، بس ما سمعتك لما فتي. أهلين فيكي يا خانو. طيب تعرف شو رأيك اليوم حاج؟ بيكفي شغل. شكرا لإلك، أنا رح شوف الصور وأحكي مع عارضة الأزياء ماشي؟ وبعدين ببعت لك إيميل، وأنت إذا عجبك شي تصميم خبرني، بلكي مننشر عنه المسا، يعني خلينا نضل على تواصل. طيب ماشي، منحكي بعدين. أي أكيد. على أساس مانك راجع على البيت للمسا المدينة؟ صح، بس في وحدة من رفقاتنا اليوم ماتت، ولهيك تركنا الصحفيين وإجينا يا خانون.